ما يمكنش ان لا فيديو غادي تكون عندي مشدوده حتى لهنا وغنوريكم شتريكو. سلام، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. معكم روعه من قناه روعه بيوتي. مرحبا بالناس جداد اللي انضموا لينا، قربنا نوصلوا للمليون، والناس القدام بيس اند لاف، كنبغيكم بزاف. اليوم ان شاء الله في لا فيديو غادي نشارك معكم المكياج اللي كندير، قولوا تقريبا في ما كنكون خارجه ولا عندي شي ريونيو ولا شي حاجه مهمه، غادي نشارك معكم لي برودوي ديالي، زعما لي كود كور اللي بحكم انه ديما كنجرب فقدرت انه نجمع واحد لا سيليكسيون ديال لي برودوي اللي ملي كنديرهم كنعرف راسي انه النتيجه غادي تكون مزيانه، يا غادي يشد معايا واحد الوقت وقت طويل، زعما غيصبر معايا المكياج. دونك غادي ندوزو ديريكتومون الفونديشن، لانه من ورا الكاميرا انا رطبت الوجه ديالي ودرت الكونتور ديال العينيه. هذه دو برودوي اللي استعملت. بالنسبه للعينيه وفمي فاستعملت هذا الاش تي 3 دي ديال لا مارك ديرماكول. بالنسبه للوجه فانا درت هذا الفاسيال كريم ديال لا مارك بينيفيت. صراحه حطيت هنايا بزاف ديال لي فون دو تان، ما عرفتش انا واحد غادي ندير لكم اليوم حيت كلهم مي كود كور، فقررت انه غادي ندير فيديو بوحديتها وغادي نقول لكم شنو هما مثلا احسن لي فونديشن اللي عندي وكل واحد وإن مناسبه زعما كنديرو. وما بين هادو كاملين اختاريت هاد المره انه ندير لكم هاد لا سي سي كريم ديال ايد كوزميتيكس. دونك هذا فيه اس بي اف 40 بورليس فينيش، فيه اويل فري، دونك هذا خاص بالنسبه للناس اللي عندهم البشره ديالهم دهنيه. انا عندي بشره دهنيه. فول كافريج كريم، هذا هو اللي غادي ندير. سي لا تانت ميديوم، نضحكوش عليا، غادي ناخذ واحد البانسو اللي عزيز عليا بزاف مي مالوغوزمون طاحت لي من هنا. بون كتجيني لي بوال جاولها فيها بزاف، ف المهم كتخدم فون دو طان حسن. درت واحد الطبقه رقيقه واخا هكاك ديال الفونديشن، غادي ندوز ناخذ شويه وغادي ندير فهاد لابارتي اللي عندي فيها واحد شويه ديال السيكاتريس ديال الحبوب باش تكون لاكوفرونس مزيانه. دونك راح نحط غير فهاد البلاصه بوحديتها، مي ما تخافوش هاد الحبوب اصلا نرجعها نرجعها خاله. ابري غادي ندوز الكونسيلر، انا غادي نستعمل هذا ديال فانتي بيوتي، سي لا ريفيرونس 240. بيان سور ممكن لكم تستعملوا لي برودوي اللي تعجبكم، الا كنتو باغين شي حاجه رخص بالنسبه للكونسيلر فنصحكم مثلا انكم ديروا الانستان انتي ايج ديال لا مارك ميلورين، حتى هو غزال غزال بزاف. من بعد غادي ندوز للكود كار ديالي وسمعت عليها بزاف، راكم عارفين دابا فهادشي ديال المكياج كل مره كنسمعوا حاجه واعره، وانا ملي كتكون شي حاجه واعره كنبغي نتيستيها باش نقول حتى انا الراي ديالي واش عجبتني ولا ما عجبتنيش. كاينين دي برودوي اللي سمعت عليهم واو مي فينالمون من استعملتهم انا ما عجبونيش، كان كاينين دي برودوي اللي صراحه من سمعت عليهم دوك واو كانوا كيستحقوا. وما بيناتهم هاد لا بودغ هادي ديال لوغا ميرسي ان كود كور البنات، احسن بودغ جربتها لحد الان. كاينين وحدين اخرين زوينين مي لوغا ميرسي من لا جام اللي كتكون غاليه، حيت جربت مثلا هدى بيوري، جربت ديال فانتي بيوتي، اي لوغا ميرسي مكلاسيا بوحديتها سيغت غاليه، مي لو روندو ديالها ما نعاودش لكم، ما كتدخلش نهائيا في هذوك لي ريجول، كتبقى شاده النهار كامل وما كتحسيش نهائيا انك دايره شي حاجه اللي ثقيله تحت عينيك ولا ان بودغ اللي شي شكل. هذه زوينه بزاف، هادشي اللي غادي نقول لكم. ها هي كيفاش دايره، كتحسوا بان لا بودغ خفيفه بزاف. دونك غادي نهز شويه، هانتوما كيف كتشوفوا، غادي نحيد ليكس كامل وندير تحت عيني. هي لا بودغ الوحيده اللي كنديرها بالبانسو وما كنديرهاش بالبيوتي بلندر، اي كتبقى شاده بلاصتها. كاينين دي بودغ اللي الوقت اللي كنديرهم بالبانسو كدوز واحد لو مومون من بعد كتبان لك بان بحال شويه بدات كتدخل في لي ريجول، مي فرانشمون هادي واو واو واو. اللي عندكم لي موان البنات غير فونسيو وخذوها، ما غاديش ندوم لو ريست، غادي ندوز على وجهي كامل. شو داك الشويه اللي هزيت في لا بودغ راه درت فيه تحت عيني ووجهي. ابري غادي نهز هاد لا باليت هادي ديال تارت، دونك برو جلو، فيها هنايا الكونتور كريم، فيها لا بودغ اي هاد لا كولور هادي زوينه بزاف، فيها هنايا كات هايلايت. دونك انا هنا غادي ناخذ لا بودغ برونزون
كاينش علاش انه نستعمل الكريم زعما ما كايناش شي حاجه غادا ليها. اي ليجيرمون غادي ندوز على الوجه ديالي باش نغيشوفي واحد شويه لو طون. بلا ميم بودر كندير واحد الكونتور النيفي ضروري. الا كنتو باغين شي فيديو خاصه بالكونتور خليو ليا لتحت في لي كومونتير. الا كنتو مهتمين ندير لكم فيديو فريمون تفصيليه غير على الكونتور كيفاش ديروا ليه نيفكم. كاع ندخلو في سلسله ديال 0 على 10 في المكياج. دائما من نفس لاباليت غادي ناخذ هذا اللون ونكروزي فوق عينيا، كنجر واحد شويه الفوق باش عيني تبان مجبده. ما نديرش عيني كامله، غادي نوقف غير في النص. افري ندوز ناخذ لو فاراجو من لا مارك نارز، هاد لو روز هذا. بزاف منكم اللي تيقولي روعه الوقت اللي كديري الغوز كيجي زوين بزاف، حيت انا مول فاك عجبني الالوان الترابيه فما كنكثرش من بزاف من الغوز. مي وليتو تقولوا لي روعه راه الغوز فريمون كيجيك واعر، ف وليت كندير منه بزاف. اي سورتو هاد الغوز هذا زوين، فيه هكا دي بايت فكيعطي افي بون مين. هانتوما ما عرفتش واش بان لكم هنايا ولا لا، مي زوين غزال هذا الفراجو هذا. من ورا هادشي ندوز للهايلايتر، وهنا غادي نخلط ما بين هاد لاكولور هادي اللي الفوق وما بين هادي، ونجي في هاد البارتي هادي ندير غير هكا شويه ليجيرمون، ونحاول بحال شويه نستامبي مع هاد لابارتي هادي باش ما يبانش هنايا الخط ديال الهايلايت ولتحت الخط ديال الفراجو حيت كتجي خايبه بزاف. بالنسبه للكرو ديال العين غادي نخلط هاد لي دو كولور، بيان سور هنايا. دابا اللي بقى ليا هو العكر، واحد هكا واحد لو بيتي ديتاي اللي كنديرو هو انه كناخذ هاد لو كريون هذا ديال لا مارك نوت، دايوغ غادي تلقاوه فلو سيت ديالي ديال مي فافوري بوان ام ا، غادي نخليه لكم لتحت في ديسكريبشن بوكس، غادي تدخلوا غادي تلقاوه ديريكت تحت لكم لو لين الا كنتو باغينو، سينو المهم نتوما تعرفوا. كندير هنايا فهاد لا بارتي هادي كتبان بان لا فورم ديال العين كامله تبدلات بحال تجبدات كثر، فهاد لا فورم هذه كتعجبني بزاف، هادشي علاش كناخذ بالضبط هاد لو كريون مارون وكنديرو غير في هاد لا بارتي صافي. عرفتي اش شداني فيه من هنا؟ بون جيسبر ان لا ديفيرونس كتبان لكم. اللي بقى ليا هو فمي، مي قبل بغيت نقول لكم فقط على الحجبان حيت عارفاكم غادي تسولوني. بالنسبه للحجبان فانا درت واحد ميني تشوتو هكا في انستغرام، تمشيو تشوفوه كيفاش رسمت الحجبان ديالي، ضايع هاد لافورموليت كتعجبني بزاف 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 بزاف، يلا هدرتها وعجبتني كتبان بلو ناتوريل، ماشي بحال داك الخط اللي كيبان لنا نيشان. هادي لا فورم اللي غادي نولي من القدام كنديرها، ما عرفتش واش عجبتكم ولا لا، خليو ليا تحت في لي كومونتير حتى نتوما الراي ديالكم كيهمني واش عجبتكم ولا لا. ولا ما قنعتكمش هذيك لا فيديو ديال انستغرام ندير لكم وحده بالتفصيل الممل في يوتيوب بيان سور. وبالنسبه للماسكارا فانا دايره ديجا ليكستنسيون سيل، فما يمكنش لي انه ندير الماسكارا، مي غادي ننصحكم ونوريكم زعما لي ماسكارا اللي كيعجبوني. اول حاجه كنبدا بهادي ديال ديفيلاش ديال مارك ديرماكول، الراس ديال بانسو ديالها زوين دايور با مال دو فوا درتها في مي فيديو يوتيوب. الحديد ديال بينيفيت كتعطي واحد لو ديتاي غزال، هو انه كتخلي ديك الزغبه بحال بوانتو، هادشي اللي بغيت نقول لكم. هاي كيفاش البانسو ديالها دايره، ممكن ندير هذيك الاولى وكندير من وراها لا دوزيام كوش ديال بينيفيت. دابا غادي ندوز الفومي وغادي ناخذ هاد لو كريون هذا
المحتوى ديال النوت اي سون تري كريمو. هذه سي لا ريفيرونس 01 ساندي. سمحوا لي ما قلت لكمش لا ريفيرونس ديال هذا اللي درت في عينيا سي موكا 06. غادي ناخذ لو كريون وغادي نحاول شويه نخرج على فمي باش نبينو شويه كبير. هادو اللي كتسولني عليه ديما كتقول لي راعه اشنا هي لا ريفيرونس تاع الروج على غير اللي دايره الوغ كو انا دايره غير الكريون بوحديتو. فوالا شفتوا لي لا كولور شحال كتحمق. فرانشمون تنخلي هكا بالخطرات كندير غير غير زعما لو كريون بوحديتو بلا ما كندير حتى شي حاجه. اي بارفو جونفي انه ندير روج على غير من الفوق وكندير هذا ديال مورفي ان كود كار ليه. نوريكم لا كولور ديالو زوينه بصراحه ما عرفتش عجبني عجبني الماكياج يبقى بحال هكا مي واخا هكا ندير لكم هذا باش تشوفوا لا كولور ديالو. الا ما كانش عندكم بوسيبيليتي انه تاخذوا زعما مورفي لانه ما كيتباعش هنا في المغرب دايوغ هذا كتبيعو امريكان شوب بايحان. انا عندي لكم ان كود برومو اللي هو 10% دايوغ غادي نخليه لكم في الديسكريبشن بوكس حتى هو تمايا لا تنساو ولا شي حاجه. راه كاينه واحد لا ريفيرونس اللي تقريبا كتشبه ليه اللي هو ديال ميبولين مي عرفتي لا ريفيرونس مشات ليا كنقلب عليه دابا باش نوريه لكم ما لقيتوش. مي اون فوا غادي نلقاه غادي نكتبو لكم هنايا كلكو بار في لا فيديو باش تعرفوا لا ريفيرونس اللي قريبه لهذا اللون هذا اللي دايره. فوالا كيف ما كتشوفوا هذا هو لو لوك اللي كندير الوقت اللي كتكون عندي شي ايفينمون ولا شي رونديفو ولا شي حاجه. فريمون هذه هي لا باز اللي كندير. ابري سي ا موا دو شوازير اون فونكسيون ديال ايفينمون كاين الصباح بالليل لو رونديفو صباح بالعشيه هذا شنو لابسه كنبدل زعما على حساب اللبسه مثلا الغوج على ليغ ولا غادي ندير الفارا بوبيير كاريمون ندير شي حاجه شويه زعما تري شارجي ولا لا ندير ايلاينر ولا ما نديروش. الى عجبكم بيان سور ما تنساوش انكم تشاركوا لوك ديالكم معايا في الكونت انستغرام وطاغيوني براعه بيوتي. هكا نغبطيكم عندي كيف ما درتو لاخر مره فين بارطاجيت معكم لوك ديال الغوج على الغوج مع الايلاينر. كنتو بزاف اللي عجبكم وبزاف اللي صيفطوا لي لي فوتو. في فوالا وصلنا لنهايه ديال الفيديو. ما كنسخش بكم كيف ما ديما. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو ناجيه ان شاء الله. بيزوات.